مشاهدينا نرحب بضيفنا الناقد السينمائي الاستاذ احمد الشوقي صباح الخير صباح الخير استاذ الله يعني نتحدث عن حفل من اكبر يعني الاحتفالات <applause> يمكن في العالم جوائز الاوسكار أه تخلل بعض الاحداث الغريبه اللي لم تحصل منذ كما تابعنا منذ ثمانيه عقود أه لكن ان جنرال يعني بصوره عامه كيف ترى هذا الحفل ومن بعدها يمكن نتحدث عن الاحداث نتحدث ايضا عن الافلام نفسها طبعا هو للاسف زي ما التقرير قال الحفل سيطرت عليه السياسه بشكل اكبر مما ينبغي <applause> بصوره خلته في نظر البعض يعني واحد من اسوا الأحفلات في حصلت في التاريخ لانه في النهايه هذه تظاهره فنيه بالاساسانيه السينما تحتفي بنجومها بالتاكيد كان على مدار تاريخها ليها شق سياسي واجتماعي وطول التاريخ فيه مطالبات بحقوق بعض الجهات متابعه للاحداث الجاريه لكن ان تكون الحفله بالكامل مكرسه لهدف واضح وهو معارضه الرئيس الامريكي المنتخب فده افقد الحفله كتير من مصداقيتها بالاضافه طبعا للحدث الكارثي اللي حصل في النهايه نعم. آه اللي هو كان يعني بيصدر الستار على حفله شهدت كتير من الجدل في كل تفاصيلها. نعم. طيب آه... نتحدث عن الاحداث ولا تحب نتحدث عن الافلام؟ يعني هي هي بصراحه هذا الحفل يمكن فعلا اثار الجدل الكثير يعني آه في كل حفله ممكن بعض النقاط اللي واحد يتحدث عنها يحللها فنيا في هذا الحفل لا <applause> هو 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 ده اختيار القائمين <applause> على الحفل الحقيقه انه آه... السؤال احنا نحب نتكلم طيب انت كيف عن ايه ف... انا انا ناقد سينما احنا نعم. طبيعي في الامور ان احنا كنا نيجي نتكلم نناقش الافلام صحيح نشوف ايه الافضل والاسوا إيه لكن أه. ان يكون المنطق الحاكم مم. للفيلم مم. للحفل بالكامل مم. مم. وبالاختيارات بدءا من الترشيح مم. وصولا للفوز هو مم. هي معايير كتير منها غير فنيه فده اللي حط علامات استفهام طيب حنتحدث عن الفوز مم. وبالحديث عن الامور الفنيه يعني آه كان هناك معارضه ايضا يمكن آه كبيره من الايرانيين اكثر، من مم. الفنانين الايرانيين اللي حاولوا انه بعضهم طبعا قاطعوا الحفل مم. ما اصلا ما حضروا منهم الفائز اصغر فرهادي أه نعم مم. بسبب قرارات ترامب الاخيره مم. اللي هي تنص على منع دخول المسلمين الى امريكا او تهجير الموجودين ايضا في داخلها، مم. مم. كيف رايت هذا من ما اعتقد انه هناك يعني جانب فني؟ مم. هو في النهايه فيلم اصغر فرهادي البائع آه فاز على بجائزه السيناريو م. في مهرجان كان هو فعلا واحد من اروع افلام العام غير الناطقه بالانجليزيه م. ووجوده في المنافسه امر منطقي وبديهي نعم. و و وفوزه كمان مش 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 مصيبه لانه فعلا فيلم بشكل ما يستحق الفوز نعم. لكن آه السؤال الان هل فاز اصغر فرهادي وهل صوت له القائمين على الاعضاء الاكاديميه اللي بيصوتوا هل صوتوا له لانه فيلمه افضل م. ام لاعتبارات اخرى بجوار جوده الفيلم هو هذا الفيلم م. اللي هو سيلز سيلز اعتقادي انه الامرين مع بعض هو هو فيلم جيد فيلم ممتع ومكتوب فيه سيناريو بديع ويستحق بالفعل الفوز م. ولكن ارتباطه وتزامنه مع آه قرار ترامب بتأجيل الفيزات نا لمدة نا ستين نا يوم آه إدى هذا الغطاء 90 يوم تسعين يوم أعطاه هذا الغطاء السياسي مم للأمر و هذا و... الموضوع عاطفي يعني عاطفي بشكل ما هو في النهايه من يحسم الاوسكار هم اعضاء الاكاديميه الأك... عده الاف من العاملين في صناعه السينما ال... اللي هم بي... بيتابعوا الاحداث الجاريه بيتابعوا الاخبار ليهم مواقفهم ميولهم السياسيه والجميع يعلم ان هوليود بشكل عام ذات اتجاه ليبرالي ويساري طيب فهنيئا كحضرتك كناقد سينمائي ايهما افضل كان لا لا لاند ولا مون لايت؟ واحنا شفنا ال ال يعني الغلط طيب. قاطع وبدون تردد لا لا لاند لا 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 لانه في نوعين من الافلام في افلام خاضعه للذوق افلام ينفع اقول لماذا اختاروا مون لايت؟ ينفع نتكلم عن جودته الفنيه لكن كمان مم. ينفع نتكلم عن مضمونه صحيح. الاجتماعي والسياسي وهو فيلم بيتحدث عن حقوق المثليين مم. الملونين وبالتالي مم. ده بيدي ثقل في ميزان الحقوقي نعم. للجوائز لكن بالنسبه لنا لاند هو فيلم درامي سينما خالصه نتكلم كنا عن الفن المجرد من اي اشياء جانبيه تضفي عليه قيمه على الان. بخلاف بخلاف هو الفن نفسه يعني لا لا لاند غير محمل باي رسائل سياسيه او اجتماعيه أو, او او من الافلام اللي ممكن يكون ليها جماعات ضغط تدعمها لاسباب غير فنيه لكن بشكل ما تحول لظاهره حقيقيه واثار الجدل من اول عرضه الاول في مهرجان فينيسيا ثم اطلاقه في القاعات الامريكيه وفي العالم كله حقق ايرادات كبيره صحيح جدا آه آه وبقى ليه صدر شباك التذاكر لعده اسابيع بالضبط واصبح لي كمان طائفه من المعجبين يعني انت عارف في دايما يقال في التاريخ ان في افلام كالت كالت هي كلمه مربكه في ترجمتها لكن اقرب ترجمه لها هي طائفه انه الفيلم تحول لاعتقاد بشكل ما اصبح ليه ناس مؤمنين بيه ومدافعين عنه بشكل عقائدي مخرج الفيلم حصل على جائزه اوسكار كافضل مخرج ويعتبر يمكن هو الأصغر في تاريخ هذه تاريخ على الاطلاق هو هو الطبيعي انه الاخراج عموما يقال انه ياتي في سن الأربعين اه في إن ناس إن... هي كجائزة اوسكار احمد في ناس سنها سنين يعني ليوناردو دي كابريو سنها 20 سنه لحد ما اخذها العام الماضي مم. وحتى كمان الامر مختلف بالنسبه ل... يعني ليوناردو دي كابريو الغريب انه ما اخذهاش لانه بيعمل بقاله 20 سنه و... مم. و... ونجم من طفولته صحيح آه، لكن عموما سن النضج والنجوميه في الع... لدى الممثلين هو دائما نهايه العشرينات وبدايه الثلاثينات نعم في حين ان سن النضج والنجوميه لدى المخرجين دائما ياتي بعد الأربعين. مم. لان مم. هي حرفه بتحتاج نعم. لتكوين خبرات في الحياه وخبرات تقنيه م -م. في وقت واحد داميان شازيل اللي هو مخرج الفيلم من نوعيه الاطفال المعجزه م -م. المخرج من من صغره ومن بدايه اعماله بيقدم اعمال مثيره للاهتمام قد ايه يعني قد ايه خارجه من من شاب صغير صورته حلوه و... آه مخرج مخرج مم. يعني هو م... من سنتين بالظبط عمل ويبلاش اللي هو فيلم كمان خ... فاز باكتر نعم. من اوسكار كان وقتها لم يتعدى ال 30 مم. ورشح لاوسكار احسن مخرج و... وفاز بجوائز عديده وبطل الفيلم او الممثل المساعد في الفيلم سيمونز خد احسن ممثل مساعد مم. وهو هو ده النوع من المخرجين اللي بيبقى دايما مدهش يعني ال... 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 اخر 30 سنه من عمر صناعه السينما تذكر ثلاث مخرجين طيب بالحديث عن مساعد ممثل في فيلم مونلايت ماهر ماهر شالا علي اللي هو طبعا اول مسلم يمكن يحصل على هذه الجائزه كيف رايت ايضا هذا الموضوع من الناحيه الفنيه من الناحيه الفنيه هو قدم دور جيد جدا قد يكون هو المساعد هو كان أه مع لساعد. مساعد, تاجر المخدرات بالضبط هو الفيلم. هو الفيلم باختصار عن حكايه طفل اسود <applause> آه الفيلم بيجسد ثلاث مراحل من حياته مرحله في الطفوله ثم المراهقه ثم النضج وهو آه بشكل نعم. ما مهمش داخل مجتمع الملونين لانه لديه ميول مثليه جنسيه <applause> نعم فهو ماهر شلع علي بيظهر في الجزء الاول كتاجر مخدرات لكن له يعني مشاعر انسانيه نبيله ناحيه الطفل ده اللي بيرعاه وبيساعده نعم. لان الطفل بيعاني من ان والدته مدمنه للمخدرات فهو السيناريو ممكن ما يكونش منح مساحه كبيره للممثل باعتباره بيظهر في جزء واحد من ثلاث اجزاء نعم. لكن هو فعلا ماهر شلع علي فنيا من افضل عناصر فيلم مون لايت <applause> هل نفس السؤال بالنسبه لفيلم اصغر فرهادي هل أعمل. هو فاز آه عشان اداؤه فنيا بالتاكيد ده كان في الاعتبار لكن لم يكن الاعتبار الوحيد لانه أعمل. برضو كان دايما السؤال اعتقد في ذهن المصوتين آه ان انا اختار اختيار لي قيمه فنيه عاليه وفي نفس الوقت لي رساله سياسيه كثير وقتماعية. من مجريات الامور تغيرت هذا العام احمد طبعا طبعا يعني ليس على المستوى الفني هذا العام احنا بنعيش اه يمكن حقبه كامله بقى لنا ست او سبع سنين من اه من تسييس كل ما يتعلق بالفنون او حتى العالم كله يعني طريقه تفكير العالم في اشياء كانت بديهيه اه اشياء من نوع انه مثلا قبل 50 60 سنه كان مخرج بحجم وقيمه هيتشكوك كان بيطلع يقول بشكل واضح If you have a مسج سند بايميل باي يعني هو, هو انا نحن نصنع, نصنع افلام من اجل المتعه واللي حابب يقدم رساله الرساله بتبعت بالبريد مش بافلام السينما، الان اصبح الفيلم غير المحمل برساله سبه نعم صحيح وكأن لازم رساله وتختلف هذه الرسائل بالضبط هي لازم في رساله <applause> ولازم تكون رساله كمان في حاله الاوسكار لازم تكون رساله متمشية مع الراي العام الغالب لان أه في النهايه أه هذه جائزه يصوت أه يعني تعتمد على التصويت على التصويت يعني الجماعي في مهرجان لما يكون الافلام في مهرجان كان ولا في برلين في لجنه تحكيم مكونه من سبع او تسع اشخاص ارائهم اللي بتحسم لكن في الاوسكار في اكاديميه فيها الاف المصوتين فطبيعي انها مرتبطه بالاتجاه العام ف سوف نرى كثير يعني من هذه الافلام في الفتره القادمه ايضا اكيد اكيد بشكل قاطع أه طيب كيف شفت انه <applause> لا لاند هو اللي فائز وراها صعد كارثة عارف في شفت <صفيق> الرياكشن بتاع فريق عمل لا لاند طبعا طبعا ويعني ال الامر تعيس وصعب على الطرفين على الطرف اللي صعد على المسرح والقى بكلمات <applause> الاحتفاء ال 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 والشكر وال <applause> وحس للحظه بهذه النشوه ثم سحبت منه وكمان هو صعب على الفريق مون لايت <applause> اللي, اللي خسروا لحظه المفترض ان هي افضل لحظه في مشوار وعمر الفيلم لحظه التتويج فقدت قيمتها وبقت مشوبه بعلامات استفهام نعم. وبتحفظات وحتى اكيد ما كانوش في منتهى السعاده وهم صاعدين لاستلام الجائزه بهذا نعم. الشكل نعم. آه ويعني يمكن زي ما بيقولوا الكارما او مكافاه القدر انه لان صناع الحفله ما كانوش بيفكروا بشكل كامل في انهم يعملوا حدث فني القدر كفئهم بنهايه سيئه جدا للحفل طيب انا يعني استاذه سلوى المخرجه يعني قالت لي انه انتهى الوقت هل ما سمح بالوقت لكن سريعا سريعا كيف رايت الفيلم القصير الخوذ البيضاء آه آه للاسف انا لم اشاهد الفيلم أشاهد الفيلم, الفيلم, الفيلم؟ الدوكيومنتري ولكن في النهايه كمان هو الموضوع سياسي ومهم ومناسب للحظه فبالتاكيد ده كان ليه معيار في منحه جائزه اوسكار احسن فيلم تسجيلي قصير. نعم طبعا ناقد السينمائي احمد شوقي تحدثنا معه عن حفل مهم جدا شكرا جزيلا شكرا في شكرا لك شكرا لك